طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم منبر الرافدين. حلقة اليوم بعنوان المتظاهرون يرفضون حكومة مصطفى الكاظمي، حيث منح البرلمان يوم أمس الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي من خلال التصويت على أغلب الوزارات على التشكيلة الحكومية الجديدة باستثناء وزارات التجارة والثقافة والزراعة والهجرة والعدل التي لم تنل ثقة البرلمان، التي قرر أيضا تأجيل التصويت على حقيبتي النفط والخارجية بسبب خلافات سياسية، وهذه يعني تعادل نصف الحكومة. تم يعني التصويت عليها من قبل البرلمان ومنحها الثقة، والنصف الثاني ما زالت هناك خلافات سياسية وما زالت المحاصصة الطائفية والسياسية بين الكتل والأحزاب سارية مع هذه الحكومة كسابقاتها من الحكومات التي جاءت بعد الغزو والاحتلال الأمريكي في عام 2003. البرلمان إذن صوت على جمعة عناد وزيرا للدفاع، وعثمان الغانمي وزيرا للداخلية، وعلي علاوي وزيرا للمالية، كما منح الثقة لخالد بتال وزيرا للتخطيط، وحسن محمد عباس للصحة، ونازين محمد لوزارة الإسكان والإعمار. صوت مجلس النواب على ماجد مهدي وزيرا للكهرباء، وناصر حسين للنقل، وعدنان درجال للشباب والرياضة، وأركان إشهاب للاتصالات، ومنهى العزيز للصناعة، وعادل حاشوش للعمل والشؤون الاجتماعية. رفض البرلمان منح الثقة لأربعة وزراء هم نوار صيف لوزارة التجارة، وهشام صالح للثقافة، وإسماعيل عبد الرضا لوزارة الزراعة، وثناء حكمة للهجرة، وعبد الرحمن مصطفى للعدل، بينما أجل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط بسبب خلافات سياسية بشأنهما. كذلك بحسب مصادر برلمانية فإن جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة تأخرت أكثر من 3 ساعات عن موعدها الذي كان مقررا في الساعة 9 مساء. خرج المتظاهرون في ساحات التظاهر إن كان في بغداد أو في البصرة أو في ذي قار أو في المحافظات الأخرى، وأعلنوا رفضا قاطعا لهذه الحكومة لأنها لا تلبي أي متطلبات من متطلبات ثورة تشرين. دعونا نبدأ من ساحة التحرير في العاصمة بغداد، وكيف عبر المتظاهرون عن رفضهم لحكومة مصطفى الكاظمي. نتابع هذا المقتطف ونعود إليكم. القابل راح يتمرر، وبهاي رقابنا شهداء، وبهاي رقابنا لا تحوزون الثورة، الثورة بضميرنا، كنا نتحاسب، كنا نتحاسب، دولة شهداء ولازم ناخذ حق الوطن، وناخذ حق الشهداء، وناخذ حق كل أم انفجعت بساحة التحرير. هذا وعد من ساحة التحرير، وأنا متأكد هذا الوعد من جميع ساحات التظاهر. إن شاء الله. ألا نصلحكم كيفكم؟ نعم، شاهدنا يعني مقتطف من رفض الثوار والمتظاهرون من ساحة التحرير في العاصمة بغداد لرفضهم لمصطفى الكاظمي ولكابينته الوزارية. يوم أمس كذلك شهدت جلسة البرلمان خلافات بين القوى السياسية التي انسحب على إثرها البعض من قاعة الجلسات لوجود اعتراضات على بعض الوزراء، مما جعل الكتل السياسية
تنخرط في حوارات مكثفة كما جاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد، تنخرط في حوارات مكثفة بإشراف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وبالفعل تم تغيير مرشحي وزارات العمل والزراعة والعدل. في هذا السياق قال عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح الجناح السياسي للحشد الشعبي عبد الأمير المياحي بأن تحالفه صوت على الحكومة، مبينا بأن عددا من قادة الكتل السياسية وجهوا نواب كتلهم بالتصويت للحكومة الجديدة. أضاف المياحي وهو نائب عن محافظة البصرة بأن هناك بعض الثوابت يجب عدم التخلي عنها كما قال، وأشار إلى أن مطالبة نواب البصرة بتمثيل وزاري لمحافظتهم لكن لم تكن هناك آذان صاغية كما قال من قبل الكتل السياسية، وبين بأن تحالف الفتح توجه للتصويت على حكومة الكاظمي كما قال انطلق من حرصه على تحسين الأوضاع في البلاد. الرفض كان مستمر من محافظة البصرة كذلك، حيث خرج المتظاهرون في محافظة البصرة وعبروا عن رفضهم القاطع لحكومة مصطفى الكاظمي. نتابع هذا المقطع من محافظة البصرة ونعود إليكم. اعتصام البصرة، نرفض رئيس الوزراء المكلف الغير مستوفي للشروط وكابينته الوزارية. مرفوض 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 يبقى الكاظمي. نعم، معنا الناشط عبد الرحمن من العاصمة بغداد. تفضل أخي عبد الرحمن، كيف يعني تلقيتم خبر تمرير حكومة مصطفى الكاظمي في البرلمان يوم أمس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة الكاظمي، طبعا كاظمي مرفوض، وإحنا عبرنا عن رفضه تقريبا من فترة شهر، زين طلعنا مسيرات رافضة له. كاظم مرفوض بسبب رئيسه لجهاز المخابرات، طبعا احنا رافضين كل شخصيه سياسيه غير مستقله وكل وجه مجرد. منذ شهر تقريبا عيد وقلت لك انه خرجنا مسيرات حاشده رفضا لتكليفه، وكثير صارت قضايا فساد واجرام بوقته، منها قتل واعتقال واجرام وخروقات امنيه، وبوقت اللي كان هو رئيس المخابرات، ومنذ استلام المنصب رئيس المخابرات لم يتحرك ابدا ولم يتخذ الاجراءات بحق قضايا العنف والاجرام. طبعا هذا دليل على فساده. ومنها التستر وعدم الكشف عن قنص وقتل المتظاهرين سلمي والتي راح ضحياتها أكثر من 900 شهيد وأكثر من 20 ألف من الجرحى والمصابين واختطاف الناشطين. وأبرز نقاط الفشل الأخيرة طبعا هي الخروقات العسكرية اللي صارت والأمنية والتكتيكية التي حدثت بصلاح الدين والمشيفية والمطيحية والأنبار في دياله وعودة نشاط داعش والخلايا النائمة. نعم تمام. نعم أخي عبد الرحمن. وراح ضحية عشرات الشهداء من الحشد الشعبي والشرطة والجيش من خلال قناعاتكم، نؤكد على رفضنا القاطع للكاظمي ولكل الأحزاب القاتلة الموالية لإيران. نعم أخي عبد الرحمن، يعني الحكومة مررت وتم منح الثقة لمصطفى الكاظمي وللوزراء الذين تقدم بهم، وهناك يعني كثير من الوزارات لم يتم منحها الثقة لغاية الآن بسبب المحاصصة السياسية والطائفية. برأيك كيف سيتجاوز مصطفى الكاظمي الخلافات السياسية؟ لو تحدثنا عن الخلافات السياسية على مستوى الوزارات التي لم يتم لغاية الآن أن تكون هناك حكومة مكتملة تمر ويتم منحها الثقة من خلال البرلمان، كيف سوف يعبر مصطفى الكاظمي بكابينة وزارية كاملة في ظل هذه الخلافات السياسية؟ راح يعبر، يعني راح يعبر مثل زرفي، زين نعم، مثل محمد توفيق طبعا، زين بدون اهتمام المتظاهرين، بدون اهتمام الدماء اللي راحت، زين راح يعبر مثل اللي قبله، زين وبعد فتره هم راح يتنازل وراح يقدم سحبه. طبعا هو تكلف، زين بسبب اللي التاخير اللي صار بتكليف الحكومه حتى ما يصير انه حكومه انقاذ وطني.
نعم الجبره وان يكلفون المرشح مصطفى الكاظمي. زين لو صار انقاذ وطني طبعا ما كلهم راح يسحبون، زين تاثر على مصالحهم، فشكله لان هو مصطفى يصل مصالحهم هم فاسد مثلهم مثل الاحزاب اللي ساندته والميليشيات اللي وقفت وياه. احنا ما نريد لان المساندين عن طريق الاحزاب، الميليشيات اللي قتلت فينا صار اكثر من 7 اشهر. زين نعم اللي ترسل الساحات من دمانه راضي، والاخر قطره دم بينا راح نبقى نقول راضي، والشك وشخص تابع لاحزاب الماليه الايران اصلا راضي، مو بس ايران حتى امريكا قام يقول انه احنا جوكريه ولا اي شيء. بالعكس احنا نريد انسان مستقل زين وما مشارك في العمليات السياسيه ابدا، نريد انسان نزيه. ويكفي احنا صار لنا ما يقارب 7 اشهر زين. نعم خليناهم يدورون قدرا على هذا المنطق، بس خليناهم يدورون على شريف بهم ومالكو حاروا المني نفسه ويا اللي نفسه ينسحب. نعم هذه تكفي. وأكو حكمة تقول إذا تمكن الكريم من الأذى جاءته أخلاق الكرام فأقلع، وترى اللئيم إذا تمكن من الأذى يطغي ولم يترك موضع. طبعا يعني هاي تقصد أنه إحنا بكل هاي الفترة ساكتين وما بقينا على السلمية. زين هذا أبدا مدلي على ضعفنا، بالعكس إحنا لو ضعفاء كان ترينا الغير أطرق. زين واستخدمنا هواي أشياء في البيت بس بقينا على هذا الشيء، والطاق اللي هم اللي تمكنوا من الاذى وطغوا بالدنيا كلها، هاي الشباب اللي راحت طبعا تسوى رؤوسهم. نعم. الشباب اللي راحت اللي اكثر من 900 شاب، وهاي الامهات اللي البارحه ترست ساحه التحرير طبعا اللي سمعوا هذا الخبر المتظاهرين عامه كلهم ساحه التحرير وكل امهات الشهداء حضرت. زين. والموقف كان كلش مأساوي، انت تشوف انه ام الشهيد فقدت ابنها زين بسبب انه حتى يدافع عن الارض العراق، وانت تشوف هم شلون تخاذلوا وشلون يصعدون على دمانه. نعم. الشبل حتى ما ذكروا اسم الثوره ولا ولا جاب طار الشهداء ولا قال راح اوعد مثلا اهالي الشهداء اللي راحوا مثلا بالثوره او بالثوره او راحوا بالحشد، زين ما قال راح اقدم لهم كل شيء. هذا دليل انه هم مجرد مصالحهم السياسيه والفساد. نعم اخي. شكرا الناشط عبد الرحمن من بغداد كان معنا. ينضم الينا من كربلاء الناشط حسين الفتلاوي. تفضل اخي حسين. تفضل. اهلا وسهلا استاذ. احنا عندنا مرحبا لك ورا محضر لقناتك الكريمه ومرحبا للمشاهد. شكرا لك. حسين احنا عندنا الاول نقطه، عندنا اشكال على مصطفى الكاظم لانه خرج من الاحزاب، من رحم الاحزاب. اثنين خرج من توافقات خارجية منها أمريكية وإيرانية، وخاصة إيران هي التي تلعب دور بقاءان والقرارات العراقية الغير المباشرة أو المباشرة. نعم. صح ولا لا؟ نعم. فهذا أصل هذا الشأن، ما خرجت من البنود التي هي من رحم الشعب أولا، اثنين البنود السبعة التي قالتها المرجعية. صح؟ استاذ احنا هذا ايش كان؟ نعم. يعني لم هاي صار 6 اشهر استاذي، يعني 6 اشهر الناس تتظاهر، الناس تريد تعيينات، الناس تريد امان، الميليشيات قاعد تضرب، ال 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 السلاح ليس بيد الحكومه، بيد الفصائل المقاوله مو المقاومه. احنا هذا ايش كان؟ نعم. تطلع تظاهر، تطلع هذا يعني اول البارحه بالتحرير طق وضرب وكذا. ليش؟ يعني ناس طقت ارواحها، يعني ناس جوعانه، ناس ما عاد تقرصد خبز. فاحنا هذا ايش كان؟ نريد من تواثقيه القرار السياسي من الخارج اولا قبل الداخل. صح لو لا؟ نعم. فهذا هو السبب استاذي استاذ عمر. أخ حسين نعم يعني لو سمحت لي، يعني الأخ عبد الرحمن الناشط من بغداد قال بأن مصطفى الكاظمي عندما كان يشغل رئيس المخابرات وتم قتل مئات الشهداء من المتظاهرين لم نرى له أي دور ولم يقوم بالتحقيق. إذا كان هو رئيس المخابرات في ذلك الوقت ولغاية تسلمه منصب رئاسة الحكومة لم يقدم شيء للشعب، كيف له أن يقدم وهو رئيس الحكومة؟ أخي هو مو قلنا لك يعني أستاذي
يجي من دولة ما هو حتى هاي كلهم كل ما هل يجي يقول لك احصل بهذه الدولة ونسوي مثلا اصلاحات بس ما يقدر. هي حيتان السياسة اولا وثانيا كان هو الذي قتل المتظاهرين وكان هذا الإيران الإعلامي اللي سلم للسلطة الخامنائية يا أستاذي. احنا متى يعني لقينا هذا فاشل؟ هذا رجل حفظ وزارات وقنع بها الناس الكتل المتعارضة إليه. هذا هو دولة محاصصة، دولة ما يرهمون سياسة. يعني بلد بكورونا الثاني يعني مرصتك انا هذا محل. نعم تفضل. يجي يفتح الحدود بيناتهم. نعم. يعني ناس عملاء. نعم. يعني تقدر ولا أستاذ. نعم نعم. فهذا هو فاشل يعني ما هي منظومة فساد. إيران تلعب دور وجابتهم أمري. هذا عميل للأجنبي وعلى أهل بلدته يسوده. هذه ما محاصصة يعني هم البارحة استووا أستاذي يعني للمتابعين والتبع على يعني هم انسحبت القائمة. نعم. مال ست وزارات الطوهة لها والكراد أكثر صاروا يعني هم كلهم تحت متقاسمين. نعم. احنا على الهوامش أستاذي هذا تضليل للرأي العام. هسه قرارات هل صوت وأن نعم. يصوت هل ينفذ ماكو يعني تحت القوانين شو تهجئة النفوس لا أكثر. هاي تنطلع مكرم السامع على السرد من الشعب وإنما لا المتظاهرين واعين. نعم صح لو لا فساد عمر هو هذا رأينا. نعم. رأينا مرفوض ونبقى بالتصعيد ونبقى نايمين داخل الخيم. نعم. أما نموت على هذه القضية وأما تنتصر أرادة الشعب. نعم. لأن يعني الشعب العراقي أكبر من دولة فارسية التي تتعمق بها. إحنا استاذ مثلا تعرف شنو هالشي المصيبة أكثر دول أكثر الأحزاب الشيعية موالية لولاية الفقيه. يعني مو الرأي داخلي. نعم. ولا رأي يأخذ محافظات أهل الجنوب. ليس لمصلحة العراق ولا للعراقيين. نعم. هي سؤال بس يعني أكون على تكمل الفكرة يعني. نعم. ولا يأخذ رأي المرجعي الشيعي لأن والمرجعية هي يعني نقول أمام الشيعة كما يعني كطائف واحترامات الطوائف الأخرى. نعم. القوميات لا يأخذ البنود السبعة الذي فاز مستقر غير جدلي من رحم الشعب لازم ما موجودة هذا يأخذ من ولاية الفقيه عقيدتهم يعني. نعم. هذول مو أهل بلد. فأستاذ عمر إحنا هذا عن عالم منه. يعني إذا نسى. يعني هذا التواجد. نعم. الميليشيات ويجي قائن ويلعب دور ويجي من هناك السفير ضريف مدري إيش اسمه ويلعب يعني إحنا يعني لا متى أستاذ متنا. نعم. متنا والله متنا. شكرا جزيلا لك الناشط حسين الفتلاوي كان معنا من كربلاء. ينضم معنا الناشط كريم الشمري من محافظة بابل. مرحبا بك معنا أخي كريم. أخي كريم يعني في ظل أزمة كورونا وفي ظل الأزمة الاقتصادية في العراق ومعدلات الفساد المرتفعة برأيك كيف سوف يستطيع الكاظمي أن يساير كل هذه الأمور وكل هذه الأزمات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وعلى مشاهديك الكرام وعلى كل ضيوفك. أهلا بك. الحقيقة 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 الكاظمي لا يمثل ساحات ولا تطمئن له الساحات. هذا واحد. اثنين أي حكومة أزمات. أنا أعرف أنه الكابينة الوزارية كل وزير أن يقدم السي في مالته للشعب العراقي لشعبه حتى يعرفوه حتى يعرفوه باقي الجهات الأخرى. طيب أنا كابينة وزارية جاب ليها ولا شنو الأحزاب؟ أنا طالع حتى أنا أحجم الأحزاب. نعم. في وطني الجريح أنت تجيب لي كابينة موافق عليها أحزاب وغير مكتملة شنو يا طموح لك؟ لا لا يا طموح لك بليها أنت. نعم. أنت ما بلبي طموح الجماهير. واحدة اثنين ما بلبي طموح الساحات. ثلاثة
الكابينه ما مكامله، 7 وزارات الان عليها صراع، ومو صراع، صراع مسلح، مو صراع سياسي عادي، لا صراع مسلح. نعم. اول بارحه المطار ما احنا احترق لنا شويه، مطار بغداد. نعم. احنا ما نعرف شنو احنا وين، في دوله ولا في غابه؟ اين 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 العراق الان متجه؟ طيب اليوم اني عندي ازمات كثيره، انت تحل لي ازماتي مصطفى الكاظمي رجل مخابراتي، انت مو رجل سياسي، هم من جابوه ما جابوه حبا بسواد العراق، لا هم لتمرير مشاريعهم ومصالحهم من خلال الكاظمي. هسه المشروع الايراني بصبحه، المشروع الامريكي بصبحه، السعودي بصبحه، احنا في نص مشروع التركي بصبحه، احنا في نص غابه، في نص ناس يعني تبحث عن مصالح دولها من خلال حق واحد مسوي سوق، واحد مسوي تسليح، واحد مسوي للقواعد العسكريه، يعني هذا العراق اصبح احنا وين 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 مكاننا من هذا؟ ثلاثه، شنو الازمه اللي تقدر تعدد الازمات؟ تقدر انه تخلي السلاح بيد الدوله، تقدر تحجم ميليشيات، تقدر انت تحجم اقوى ميليشيات موجوده بالساحه الان، في كل شيء تتدخل، في كل شيء تتدخل، وعدها قاعده، وعدها سلاح، وعدها جمهورها. نعم. زين. انا اليوم اريد 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 يلبيني طموحي، انا مواطن، انا العراقي، انا اللي شفت من كافه لحد الان. نعم. ما فد يوم فتحت عيني او فتحت على 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 حل ازمه، من ازمه لازمه، من ازمه، واذا الان الازمات متفاقمه علي، واني ما اعرف الكاظمي جاني ازماتي كم ازمه؟ اقتصادي، زراعي، قبل ايام حرقوا المحاصيل الزراعيه، من حرقها؟ نعم. فلاح حرقها، حرق مزرعه، يعني احنا ما نفهم هذا الموضوع، يعني زين. طيب من 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 المحاصيل الى الصناعه، انا ما عندي مصنع، كل مصنع اللي ابو غريب ذاك اليوم حرقوه الا شويه، يعني كارثه اخي العزيز. نحن الان نمر في اكبر ازمه سياسيه، ازمه خلق، ازمه انسانيه، ازمه ناس ما يعرف غير بس العماله، ما يعرف غير بس العماله، ولذلك انه العراق الى الهاويه، وان شاء الله تباقين بالساحات ان شاء الله. نعم. هو اردت ان اسالك حول الخطوه القادمه من قبلكم انتم كناشطين كمتظاهرين، الخطوه المقبله ماذا سوف تفعلون؟ الان الاتفاق موجود ان شاء الله، يوم 10/5 اكو تصعيد، وهذا التصعيد اعتقد انه هو راح يصير تدخل من احد الميليشيات لتفريغ الساحات، والامور استاذ العزيز الامور ساحات نحو صراع داخلي اهلي جماهيري بيناتها، هذا جهه تمثل الميليشيات وجهه تمثل الساحات، وما اعرف بالتحديد انه شنو اللي راح يصير المستقبل، نراقب ونشوف استاذ العزيز ان شاء الله ربي يحفظكم. ولكن هي نعم، ولكن هو صراع مع ميليشيات، فهو احنا نعرفها. نعم. صراع مع مليت في الساحة، تحاول قدر المستطاع أن تنهي الساحات. نعم. ولكن إن شاء الله ما حيقدرين الساحات، ما حيقدرين الساحات، باقين إن شاء الله، باقين الحين تحقيق مطالبنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك الناشط كريم الشمري من بابل كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة منبر الرافدين، وبعنوان المتظاهرون يرفضون مصطفى حكومة مصطفى الكاظمي. فاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا الناشط علي الربيعي من محافظه كربلاء، تفضل اخي علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. كيف الحال؟ رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. امين يا رب. الله يحفظكم. منا ومنكم. بالبدايه يعني تعرفون انه الشارع العراقي ويا قضيه انه تشكيل الحكومه برئاسه مصطفى الكاظمي، حقيقه نحن كمتظاهرين منذ ما خرجنا للتظاهرات طالبنا بإسقاط النظام، لأن هذا النظام حقيقة بدأ من قبل 17 سنة بالمحاصصة، كذلك أنه تقسيم المناصب الوزارية، فما راح يعني حقيقة هاي الحكومة اللي راح تشكل أو شكلت ما راح تجيب نتيجة فعالة. نعم. احنا طالبنا ونطالب زين بمحاسبة قتلة المتظاهرين. نعم. على مصطفى الكاظمي انه اذا كان سلك انه جاي من اجل انه محاسبة قتلة المتظاهرين، وكذلك المطالب اللي حقيقة احنا وضعناها من ساعات التظاهر في كربلاء وبقية المحافظات، عليه هو يحققها حتى ينال رضا الشعب، وكذلك المتظاهرين هم جزء أساسي من الشعب، فعليه أن يحققها. نعم. يعني تعرف أنه الأوضاع حاليا ببغداد وبقية المحافظات هي خروج المتظاهرين وهم رافضين لهذه الحكومة، زين؟ نعم. لأن ما تلبي طلبات المجتمع أو الشعب، ما تلبي طلباته، بالتالي إحنا اقتصادنا مدمر، كذلك الوضع الراهن حاليا كورونا والوضع جدا متأزم، فالمحاصصة وكتلة هاي تقبل وكتلة ترفض وما أعرف شنو، هاي ما راح تجيب أي نتيجة. نعم. بالتالي إحنا نريد تغيير جذري للحكومة وتغيير هذا النظام تغييره بالكامل يعني. نعم. نعم. يعني أنت أشرت إلى نقطة جوهرية، وهي نحن منذ خروجنا في تظاهرات ثورة تشرين نحن نطالب بتغيير النظام، لأنه تغيير وجوه، المعادلة صعبة في العراق كما معروف أخي علي الربيعي، لكن التساؤل الذي يطرح، كيف يمكن المطالبة من شخص هو جيء به من خلال الأحزاب المرفوضة من الشارع العراقي؟ هي هاي المشكلة. نعم. دكتور عمر، المشكلة انه جاء بمحافظة وبكتل معروفة، زين، فصعبة جدا، صعبة يعني حقيقة، يعني هذا الشيء يتطلب دماء، وكذلك المتظاهرين اللي ضحوا بأنفسهم من أجل تغيير ولو الشيء البسيط، يعني لحد الآن ما تمت انه تغيير ذاك التغيير الجذري. نعم. يعني ما اعرف انه على رئيس الوزراء انه يحقق هاي المطالب، قتلة المتظاهرين يحاسبهم الرؤوس الكبار، زين، تعرف اكو جهات هي اللي امرت بقتلة المتظاهرين في كربلاء. نعم. وفي بغداد وفي الناصرية وبقية المحافظات، يعني انا زرت الناصرية الله شاهد، من دخلت للمدينة اشوف اشباح، اشوف يعني الشهداء، صور الشهداء، يعني منظر يدمى القلب حقيقة. وفي بغداد أيضا هؤلاء دماء الشهداء، وفي النجف أيضا. نعم. هذول دماء الشهداء يجب أن لا تذهب سدى على الحكومة إذا كان الصدق جادة في تحقيق المطالب. نعم. نعم. يعني تحدثنا مع الأخوة والناشطين من باقي المحافظات العراقية، وهناك كذلك من الأمور المهمة وهو موضوع السلاح، معروف بأن الميليشيات اليوم في العراق يعني هي لها الكلمة العليا في العراق، كيف سوف يستطيع مصطفى الكاظمي والذي جيء به من قبل كتل سياسية تملك ميليشيات لها قوة على الأرض، كيف سوف يستطيع كما يقول بأن السلاح سوف يكون بيد الدولة؟ والله حقيقة هذا الموضوع جدا مهم وحساس في نفس الوقت، يعني حصر السلاح بيد الدولة هذا الشيء أشوفه من المستحيل، يعني لأن تعرف أكو أجندات خارجية وداخلية هي من
تنفذ ان كل من يتجاوز على مثلا السيد او مرجع او ما اعرف شنو زين يتم تثبيته. ليش؟ ماكو تعبير للراي حقيقه بالعراق ابد، ماكو لا ديمقراطيه، كذب هاي الكذبه انه اخترعوها انه اكو ديمقراطيه وحريه الراي، لا كذب. زين يتم اهانته، وكذلك يعني مثلا هسه احنا قبل ايام تناولت التواصل الاجتماعي حول شيخ عشيره يهين احد المواطنين بطريقه بشعه ويضربه ويتجاوز عليه و نعم يعني حقيقه اكو جهات ايضا انه تقتل او تهين احد المواطنين يعني بطريقه بشعه، يعني هذا جدا موضوع حساس على الحكومه انه اذا كانت جاده هو حصر السلاح بيد الدوله. وشوفه انه صعب لان تعرف انه الميليشيات في العراق جاءت تشتغل هالايام في تصفيه كل من يقف ضدها، كل من يواجههم ويتكلم الحقيقه. كل واحد هسه انا حقيقه واجه صعوبات وتهديدات كناشطين في تصفيه يعني تصفيتنا، لان صعبه جدا انه حصر السلاح بيد الدوله انا اشوفه مستحيل يعني. نعم. الا اذا كان عنده شخصيه قويه وكذلك يمتلك انه يكون قرار عراقي لا من ايران ولا من امريكا ولا من اي دوله. وهذا امر صعب جدا. اتصور انه صعب جدا يتحقق، نعم، نعم. صعب. شكرا لك الناشط علي الربيعي كان معنا من كربلاء. يشار إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي تعد السابعة التي تحكم في العراق بعد الغزو والاحتلال الأمريكي للبلاد منذ العام 2003، حيث تولى إياد علاوي رئاسة أول حكومة في العراق وهي حكومة مؤقتة عام 2004، ثم إبراهيم الجعفري الذي ترأس الحكومة في عام 2005 لمدة مؤقتة، وتلاه نوري المالكي لولايتين متتاليتين منذ العام 2006 ولغاية العام 2014، ثم حيدر العبادي من العام 2014 ولغاية العام 2018، وعادل عبد المهدي في عام 2018، ثم جاء مصطفى الكاظمي بالحكومة السابعة. معنا الناشط علاء الشبلي من النجف، تفضل أخي علاء. حياكم الله. السلام. أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. حياكم الله. السلام. الله يخليك. السلام. طبعا نشكر استضافاتكم المتواصلة لحضرتنا للناشطين وتوصيل إيصال صوتكم. اهلا وسهلا. الرأي العام. نحن نشكرك. وهذا الشيء احنا طبعا دائما نلمسه من جنابك الكريم والقناة الرافدية الفضائية. بارك الله فيكم. طبعا استاذ العزيز، اول شيء احنا اليوم كمتظاهرين اعلنا من اول يوم كل في كاظمي رفضنا لهاي الشخصية، وهو شخصية مرفوضة من ساحات الاحتجاج لانه شخصية جدلية هي من رحم العملية السياسية، و مليت عليه اجندات من قبل اجندات خارجيه وداخليه، واكيد حكومته ما كانت الحكومه التي يطمح لتشكيلها المتظاهرين او الحراك الاحتجاجي في العراق. لكن خلينا نقول اليوم الرجل اتيحت له الفرصه. فالمتظاهرين بصوره عامه ما كان هدفهم الوصول الى رئاسه الوزراء او تشكيل حكومه من خلال الضغط او من خلال استثمار ساحات الاحتجاج لهذا الهدف، لا ما كان هذا هدفنا، احنا كان هدفنا من البدايه هو شعار نازل اخذ حقي واريد وطن، احنا نريد وطن ونريد حقوق مجتمع باكمله، وهذا ما يقتصر على تشكيل الحكومه او رئاستها. احنا كمتظاهرين اليوم نقول عندنا مطالب للحكومه الحاليه. اولا والمهو طبعا المطلب الرئيسي لكل ساحات الاحتجاج المتفق عليه محاكمه قتله المتظاهرين والمحتجين. نعم. ومحاكمه القاده العسكريين والميليشيات التي تسببت في العديد من المجازر في ساحات الاحتجاج منها ساحه الحبوبي. هل يستطيع برايك اخي علاء، هل يستطيع مصطفى الكاظمي وهو كان يراس جهاز المخابرات، هل يستطيع محاسبة قتلة المتظاهرين وهو مرشح من قبل القادة الذين أمروا بقتل بالضبط. المتظاهرين بالضبط. هل يستطيع؟ كيف يستطيع؟ احنا شو نقول؟ احنا اليوم كمتظاهرين نقول
اكو مثل عراقي يقول هذا الميدان يعني هذا. يا سيد مصطفى، انت اليوم وصلت الى موقع رئاسه الوزراء، رئاسه السلطه التنفيذيه، قائد عام للقوات المسلحه، قطعت على نفسك عده وعود. هاي الوعود احنا ما تعني لنا شيء ان كانت للمجتمع او للمتظاهرين، احنا عندنا مطالب. اذا ترجع الاراء الساحه وكاراء الناشطين يقولون نستبعد انه يكون مصطفى الكاظمي بمستوى المسؤوليه التي تؤهله ان يحاسب قتلة المتظاهرين، لكن الفرصه امامه، احنا ما نقول لا. اذا كان لديه القدره ولديه الشخصيه ويقدر يتحمل مسؤوليته ويحاصر قتلة المتظاهرين فاحنا نكون اول الداعمين له. في حاله اتمنى انه ما يكون كلامي مفهوم، ما يفهم كلامي بشكل خاطئ. نعم. اذا كان لدي القدره والمسؤوليه تحمل المسؤوليه في محاسبه قتله المتظاهرين امام الراي العام وتقديمهم للمحاكمات فاحنا راح نكون داعمين الى هذا الجانب. لكن اذا ترجع الاراء اكرر، لا، هذا الرجل هو من رحم العمليه السياسيه، هو اجى بتوافقات داخليه واقليميه ودوليه وبعيد عن طموحنا كمتظاهرين وبعيد عن طموح الحراك الاحتجاجي، ونتمنى بالمستقبل القريب ان يعدل او يعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين وعدم التسويق وعدم المماطله فيها، وهو المطلب الرئيسي والاهم. ثاني مطلب رئيسي طبعا وهو الانتخابات المبكرة بإشراف أممي وبأسرع وقت ممكن. نعم، شكرا لك الناشط علاء الشبلي، كان معنا من محافظة النجف. طبعا تأتي تشكيل الحكومة السابعة برئاسة مصطفى الكاظمي في ظل أزمة اقتصادية يعيشها العراق، وفي ظل انخفاض أسعار النفط وعدم تمرير موازنة للعام 2020، فضلا عن أزمة تتمثل بنشاط متصاعد لتنظيم داعش، وكذلك أزمة وباء كورونا والميليشيات المتواجدة في العراق وعدم محاسبة قتلة المتظاهرين واستمرار العوائل النازحة كذلك في المخيمات، ملفات كثيرة وعدة في العراق في يعني تأتي مع تشكيل الحكومة السابعة برئاسة مصطفى الكاظمي. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل أخي صباح. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة للحكومات السابقة يعني كلها يعني احنا نعرف خلت عواقب يعني متراكمة، يعني مشاكل متراكمة، وهي ملفات يعني صعب اني حلها مصطفى الكاظم. عدة ملفات عندنا، مثلا الملف الأمني، ملف السجون الممتلئة بالأبرياء، النازحين، المخيمات، المناطق المدمرة على ايد الجيش والأمريكان والإرهاب، ملف الاقتصادي هسه حاليا اللي يعتبر هو يعني راح يعتبر الصد الاول لحكومه مصطفى الكاظمي. شلون راح يعني احنا نعرف الرواتب اللي حاليا لحد الان ما طلقوها مال الوزارات والمتقاعدين وغيرهم، وبالشهر السابق كانت عده مشاكل عده وزارات، وزاره التعليم العالي، وزاره الاسكان، وزاره الداخلية تأخرت رواتبهم بالفترة هاي. يعني هذا الشهر راح يجي بعد تصير الأزمة أكثر، البعد يعني الأزمة الاقتصادية راح تكون عائق أمام هاي الحكومة. يعني لازم يساندوها، يعني يساندوها. احنا نتأمل خير، يعني نتأمل خير من عندهم إذا كانوا هم جادين بإحقاق الحق وإطلاق سراح الأبرياء ومحاسبة القتلة، ويخلون السلاح بيد الدولة، ماكو ميليشيات وحشد وغيرها، حل كل هاي الفصائل اللي ولاها نعرفها ألمن. فإذا هم كانوا جادين هاي الوزراء اللي احنا ما نعرفهم أساسا، وقسم بيهم يعني احنا اكو يعني ناس يعني موضوع كبيرة. حصر السلاح بيد الدولة يعني أصبح شعار أكثر ما هو يعني أمر ممكن تفعيله على أرض الواقع. يعني معروف كما طرحنا مع الأخوة الناشطين من المحافظات العراقية أخي صباح بأنه حصر السلاح بيد الدولة في ظل وجود ميليشيات لديها أذرع سياسية تسيطر على القرار السياسي في العراق، فحصر السلاح بيد الدولة هو شعار فقط ليس له مكان من الواقع.
اذا ماكو حل بالنسبه للملف الامني، وراح تبقى القانون يبقى يعني هاي يعني ماكو الا قانون رادع يعني للناس هذول الميليشيات. يعني اذا ظل السلاح بيد الميليشيات وبيد الحشد ما راح اعتقد راح يخلون الكاظمي يعني اي 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 تصرفات او يعني مثل المشروع مالته ما راح يمر. يعني الميليشيات هي العائق الاول والاخير امام كل الحكومات اللي شكلت، لان نعم. يعتبرون نفسهم فوق القانون ويعتبرون نفسهم دوله، والسلاح بيدهم وباجاتهم وسياراتهم واعتقالات، ويمشون بغطاء حكومي يعني قانوني. نعم. يعني على رئاسه الوزراء، حتى متابعين لوزاره الدفاع والداخليه وجهه امنيه تابعين. نعم. رئاسه الوزراء في يعني الشارع لهم، السيطرات ما يعترفون بها، اعتقالات، مداهمات، حمل السلاح بكيفهم. فمصطفى الكاظمي اذا ما يكون جاد ضد حصر السلاح بيد الدوله راح يفشلوه هم نفسهم. الحشد هو نفسه راح يفشل حكومه الكاظمي، يعني راح تبقى الخروقات الامنيه من اغتيالات وتصفيه واعتداءات على ساحات الاعتصام وقتل وكواتم وغيرها. فمصطفى الكاظمي ليه قدام اذا ما كان جاد في قمع الميليشيات الوقحه وردعها وحل الميليشيات هاي بالكامل ومحاربتها، اذا ما راح يخلونه يمر في هذه الحكومه. يعني ما راح تستمر هي يعني طويلا هاي الحكومه، تعرف استاذ يعني هي فترتها محدوده، فما عنده يعني وقت اني يبني ويعمر وجسور ومنشات حيويه، ما حد يريد من عنده هاي. نعم. يريد محاسبه القتله، عفو عام، محاسبة الفاسدين اللي سرقوا من الأموال السابقة ويعرفوهم المالك ايش قد ميزانيته، وعياد علاوي والفاسدين ووزير الداخلية ووزير التجارة والمحافظين وكلاء الوزارات يعرفون ايش قد ميزانيتهم خارج العراق اللي خلوها بمليارات الدولارات. إذا ما تم محاسبتهم المصطفى الكاظمي راح تفشل حكومته. شكرا لك صباح من بغداد. كان معنا اتصال أبو علي من بغداد. تفضل أبو علي. أبو علي هل تسمعني؟ ألو رشادك. نعم تفضل. تفضل أبو علي. العالم ما يقبلون على الحكومة مو أستاذ؟ نعم. على شراء شيء يريدون يعني؟ تفضل. ألو. أسمعك. ألو. نعم أسمعك أبو علي. واضح ولا كيف؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع أبو علي من بغداد. كذلك عبر أهالي الناصرية والمتظاهرون والناشطون رفضهم القاطع لحكومة مصطفى الكاظمي. دعونا نتابع هذه الصور من محافظة ذي قار وبالتحديد من مدينة الناصرية. كما أطلق ناشطون على موقع تويتر وفيسبوك هاشتاغا بعنوان الكاظمي مرفوض شعبيا. دعونا نتابع أبرز التغريدات على الشاشة معكم. هذا الهاشتاغ الذي أطلقه الناشطون الكاظمي مرفوض شعبيا، عبروا فيه عن رفضهم القاطع لمصطفى الكاظمي لأنه جاء من رحم الأحزاب السياسية، وهذا غير معبر عن مطالبات ثورة تشرين. الكاظمي مرفوض شعبيا. ياسين قال وبث فيديو قال فيه الشطرة تثور ضد تمرير حكومة الكاظمي وعدم الاستجابة لشروط المتظاهرين. اللجنة العليا للميثاق الوطني قالت تمرير حكومة مصطفى الكاظمي جاء بتوافق أمريكي إيراني وعلى حساب مصلحة الشعب العراقي. الكاظمي مرفوض شعبيا. نعم. إحدى الصفحات بعنوان حرام مولاي بث فيديو قال خطوة تصعيدية على جسر الجمهورية لرفض الحكومة. نعم. علا غررت وقالت يستمر تمويل الإرهاب عبر صفقات الفساد من كهرباء وغاز ونبق
كما قالت، ولا أحد من الحكومات السابقة تجرأ بإنشاء محطة للكهرباء رغم واردات النفط ومصادر الغاز المبددة لأجل عيون الجارة تقصد إيران. الكاظمي مرفوض شعبيا. وقاص قال: بالتزامن مع لحظة قراءة الكاظمي لبرنامجه الحكومي أمام البرلمان والذي خلا من الإشارة لمحاكمة قتلة المتظاهرين، ثوار تشرين يخرجون في تظاهرة حاشدة وسط بغداد مرددين هتافات بحكومة الأحزاب. وقال: لكن هل يسمع من بهم صمموا؟ الكاظمي مرفوض شعبيا. نعم، طبعا الكثير من التغريدات على موقع تويتر تحت هذا الهاشتاج الكاظمي مرفوض شعبيا. إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها حول تمرير كابينة مصطفى الكاظمي في البرلمان يوم أمس ومنحها الثقة. ليس كل الوزارات، هناك وزارات كثيرة لم يتم منحها الثقة لغاية الآن بسبب هناك خلافات بين الكتل السياسية من يتولى هذه الوزارات. المتظاهرون رفضوا رفضا قاطعا حكومة مصطفى الكاظمي لأنها لا تلبي ما خرجوا له منذ أشهر في ثورة تشرين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من منبر الرافدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.